غالبا ما تيكون صعيب على الشخص العادي يستوعب تفاصيل البلان اللي تيصايب الاركيتكت. هنا تيجي دور الديزاينر 3D اللي تيحول المخطط للمشروع الثلاثي الابعاد، وبالتالي تتبنى النتيجه قبل ما يبدا اصلا ورش البناء، العمليه اللي تتكون مهمه ومحوريه في الترويج وتسويق المشاريع المعماريه، بحيث يصبح المصمم هو الوسيط بين المقاول والزبون. لهذا تزاد طلب بقوه على هذا التخصص في سوق العمل. ايباغ، المدرسة الاحترافية للسمع البصري والغرافيزم، دمجت تخصص التصميم المعماري والديكور الداخلي بالمقرر ديالها، وهذا الشيء بالنسبة لطلبات الانفوغرافي والملتيميديا. تسجيل الآن مفتوح ومحدود، التحقوا بنا باش تستفدوا من هذا التخصص اللي تقدروا تضمنوا به مستقبل زاهر.